مساء الخير على كل مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم بستان العقيده على مدار رحلتنا واحنا بنفسر كتاب تجسد الكلمه للقديس اثناسيوس الرسولي اتكلمنا وعرفنا بعض المصطلحات الكثيرة النهارده هنتكلم ونشرح ونقف قدام كل عباره محتاجه تفسير في الفصل العاشر من كتاب تجسد الكلمه هنلاقي ان القديس اثناسيوس في الفصل ده ادانا مثال بيوضح لنا عمليه الفداء وبيبسطها لنا وكمان بيعرفنا المثل ده ازاي ان بالرغم من تهاون الانسان وكان سبب إهمال وهو وقوعه في الخطيه لكن الله كان حريص كل الحرص على خلاص الانسان وعلى كمان عدم هلاكه. تعالوا معانا النهارده نقف قدام كل تعليم محتاج لشرح في الفصل العاشر وبدعوكم ان انتم تفتحوا كتاب تجسد الكلمه وتتابعوا معانا كل اللي هنقراه واي حد محتاج اي سؤال او مش فاهم كلمه معينه في في الفصل العاشر يا ريت يتواصل معانا ويتصل من خلال التليفونات اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. لكن خلوني في البدايه ارحب بضيفنا اللي وحشنا كتير ودايما متباركين انه يكون معانا يافتي الحبر الجليل انبا رفائيل ملاك كنائس وسط القاهره. اهلا بنيفتك يا سيدنا. أهلاً بي. أهلاً بي. وحشتنا. <applause> يعني ما تخليش استراليا تاخدك مننا تاني يا سيدنا. أه سيدنا النهارده بنعمه ربنا هنفسر هنقرا ونفسر الفصل العاشر فخلينا كده في, في ناخد الفقره الاولى. الفقره الاولى بتقول ثواني في الحقيقه ان هذا العمل العظيم هو لائق بدرجه فائقه بصلاح الله لانه اذا اسس ملك منزلا او مدينه ثم بسبب اهمال سكانها حاربها اللصوص فانه لا يهملها قط بل ينتقم من اللصوص ويخلصها لانها صنعت يديه وهو غير ناظر الى اهمال سكانها بل الى ما يليق بها هو ذاته هكذا وبالاكثر جدا فان كلمه الاب كلي الصلاح لم يتخلى عن الجنس البشري الذي خلق بواسطته ولم يتركه ينحدر الى الفناء بل ابطل الموت الذي حدث نتيجه التعدي بتقديم جسده الخاص ثم قوم إهمالهم بتعاليمه وبقوته الخاصة أصلح كل أحوال البشر خلينا في البداية ناخد أول عبارة في الجزء ده وفي الحقيقة أن هذا العمل العظيم هو لائق بدرجة فائقة آه، العمل العظيم هنا بيتكلم عن العمل العظيم خلينا الأول نوضح إيه هو العمل العظيم ومقصود بيه وإزاي طبعا كديس أثناس الشرع كلمة العمل العظيم يقصد بها التجسد والفداء وسماع عظيم لأنه الهراطقة اعتبروه عمل حقير وغير لائق غير لائق أن الله يصير إنسان م. غير لائق أن الله يموت وأن يتصلب وأن يتهان فده بالنسبة لهم عمل حقير آه الكنيسة بتنظر للتجسد والفداء أنه عمل عظيم حتى في القداس بنقول ووضع لنا هذا السر العظيم مم. الذي للتقوى فهو عمل عظيم تجسد الله وفداء الانسان يليق به ان يسمى هذا العمل العظيم تمام ويمكن باقي العباره بيقول بدرجه فائقه بصلاح الله ويمكن اللي متابع معانا هنلاقي القديس سناسيوس يمكن في كذا لفظ كده يعني بيتردد كتير صلاح الله جسده الخاص فوق الجميع هنلاقي بعض أي. العبارات فهنا برضو للي ما كانش متابعنا قبل كده ايه هو صلاح الله؟ هو طبعا معلمنا اثناسيوس الرسول دايما بيعزي يعني بيرجع التجسد والخليقة نفسها والفداء إلى صلاح الله وقلنا كلمة صلاح الله يعني خيريته م الله خير فمن كتر خيره خلق الخليقة من العدم ومن كتر خيره لما وجدنا مائلين إلى الفساد أو إلى الموت آه بسبب الخطية بتعدي ما سابناش بسبب صلاح طبعا التعبير دوت برضو استخدم في القداس كتير بنقول الذي من اجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الانسان او نقول خلقتني انسانا كمحب للبشر ومن اجل تعاطفاتك الجزيله كونتني اذ لم اكن فهنا بيقول العمل العظيم ده اللي هو التجسد والفداء كان لائق بدرقه فائقه بصلاح الله ان الله الصالح ده لائق بيه انه ما يسيبناش في الهلاك تمام القديس ساناسيوس ذكر مثال الملك اللي هو بنى مدينه وكان عينه عليها على طول لكن اللسوس سرقتها بسبب اهمال سكانها فخلينا نربط المثال ده اللي ذكر في الفصل العاشر بعمليه الفداء والخلق حقيقه التشبيه ده جميل بيقول اذا في ملك اسس منزل او مدينه وبعدين السكان هم اللي اهملوا فنتيجة الإهمال حاربها اللصوص هو مش ممكن يهملها هنا المنزل أو المدينة هو الإنسان مم. ودي حاجة جميلة لأن لما القديس أثناسيوس يشبه الإنسان بمنزل كأنه ده مسكن الله لأن إحنا لما اتخلقنا على صورته ومثاله وحسب تعبير القديس كريلوس الكبير أن لما نفخ فينا أعطانا برضو بالإضافة للروح الإنسانية أعطانا الروح القدس فصار الإنسان منذ البداية هيكل مسكن لله. لله. بسبب إهمال الإنسان إهمال السكان بتوع المنزل حاربها اللصوص اللي هو الشيطان. م. طيب نتيجة الحرب دي الإنسان اتهزم. هل الله الخالق المحب الصالح يترك الإنسان في حالة الهزيمة والموت والضياع؟ أكيد لا. قال مش هينفع إن هو يعمل كده. لا يهملها قط. إذا الإنسان أهمل الله لا يهمل مم. إذا كنا نحن غير أمناء هو يظل أمينا إذا كنا إحنا مش باقيين على نفسنا هو باقي علينا مم. إذا كنا إحنا مش بنهتم بخلاصنا هو مهتم بخلاصنا يعني عامله زي إيه زي الطفل اللي مش عارف مصلحته أبوه واخد باله منه مم. فالولد بيلعب مش عايز يذاكر مش عايز ياكل مش عايز يبقى بيعمل مثلا اي حاجه تفيده تمارين رياضيه مش عارف اي حاجه فابوه بيلح عليه ويحوط حواليه ويساعده على انه يبقى كويس لان هو الطفل مش واخد باله من نفسه احنا كلنا اطفال الله وحتى الواحد لما بيعجز ويكبر في السن ما زلنا بنعمل اعمال تعبر عن عدم وعينا يعني مين فينا بيهتم بابديته على قدر ما بيهتم بحياته الأرضية كلنا بنفكر في الأكل والشرب واللبس والنظافة والشياكة والمقابلات والناس والممتلكات وهنورث إيه لعيالنا كل ده واكل دماغنا مم. ربنا شايف أن ده مش هو ده اللي مفروض ناخد بالنا منه فهو بيهتم بخلاصنا أكثر مما نهتم نحن فهو حتى لو سكان المدينة أهملوها فإنه لا يهملها قط مم. تمام طيب أه نروح للفقرة الثانية ولا نيافتك تحب هو بس لسه آه. في الفقرة دي في حتة ايه؟ اللي هو هكذا وبالاكثر جدا فإن كلمة الآب كلي الصلاح مم. لم يتخلى عن الجنس البشر الذي خلق بواسطته ولاحظي هنا أكثر من مرة القديس أثناسيوس يربط ما بين الخلق والفداء والفداء فالبشرية التي خلقت بواسطة الكلمة كان جديرا بها أن تخلص بواسطة الكلمة ليه المسيح الابن هو اللي لأن الآب خلق الخليقة بالابن فكان جديرا أن يخلصها أيضا بالابن لم يتخلى عن الجنس البشري الذي خلق بواسطته ولم يتركه ينحدر إلى الفناء وقبل كده اتكلمنا عن حكاية الفناء إن الإنسان جاي من العدم اللي حفظه يعيش انه على صورة الله اذا فقد الصورة هيرجع تاني لطبيعته اللي هي العدم اللي هي الفناء فقال ربنا ما كانش لائق بي ان يرى الانسان بينحدر للفناء ويسيبه يروح للفناء زي اي اب في الدنيا شايف ابنه هيتعور وهو ممكن ينقذه مش ممكن يسيبه فلم يتركه ينحدر الفناء بل ابطل الموت الذي حدث نتيجة التعدي احنا عندنا طبعا الآية اللي بتقول أجرة الخطية موت. موت, نتيجة التعدي حصل الموت فالمسيح جه أبطل الموت بموته دايما في عيد القيامة وفي الخمسين بنهتف الذي بموته داس الموت بموته داس الموت فهو أبطل الموت بموته أبطله يعني إيه حاجتين الحاجة الأولى أن سلطان الموت وهيبته اتكسرت بسبب أن المسيح غلبه وقام فيش واحد بيموت ويقدر يقوم فهنا الموت زي الوحش الكاسر اللي محدش قادر عليه الوحيد اللي قدر عليه هو المسيح فأبطل الموت وأهانه زي ما بنقول في التسبحة في أريب صالين أبطل الموت وأهانه لانه بقاش ليه سلطان اي حد مننا كمسيحيين لما يجي الموت ولا ليه لازمه ولا ليه قوه ولا ليه سلطان ولا ليه خوف نقول له احنا عارفين ان انت عارفه زي زي الفار الصغير اللي يخوف الستات او ما تلاقي فار في البيت هتحس ان هي الدنيا خربت فيجي جوزها يصطادوا كده ويموت لا خلاص ما تخافيش فجه المسيح اصطاد الموت اللي كان فار بيخوفنا لكن هو فار فقدر يهزمه فابطله الحاجه الثانيه ان الموت اللي 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 كان بيخوف البشر دوت كان من حقه يخوف لان ليه سلطان علينا لان احنا غلطنا انت عارف الواحد لما يكون مش غلطان ما يخافش صحيح يعني لما يكون مثلا في في واحد اتقبض عليه ظلم واتحط في التحقيق وهو فاهم وواثق ان القاضي عادل وان براءته واضحه زي الشمس مش خايف مش خايف م. بيقعد بس قاعد متوتر عايزين نخلص من الحبسه اللي احنا فيها فالموت ليه سلطان على الانسان لان احنا غلطانين نستاهل نموت عشان حكايه ان احنا غلطانين ونستاهل الموت معناها في حكم حكم الموت فجه المسيح اخذ الحكم ده في ذاته م. لما اتنفذ فيه الحكم فأصبح مالوش سلطان اللي, اللي ليك أخدته أنت ليك سلطان تموتنا المسيح أخد الموت ده في في جسده اللي هنا سميه إيه أبطل الموت الذي حدث نتيجة التعدي بتقديم مم. جسده الخاص حضرتك لسه قايلة من شوية إن دي من ضمن التعابير اللي, اللي بيستخدمها كثير. القديس أثناسيوس بكثافة مم. جسده الخاص يعني إيه اللي هو أخده من العدرة مريم وهنا زي ما القديس اثناسيوس بيعيد في الفصل اللي قبليه على طول انا شايف قدامي في الصفحه المقابله م. كان لائقا ان يقدم هيكله الخاص واداته البشريه فديه عن حياه الجميع ده في الفصل التاسع ده في الفصل أوه. التاسع أي. وهنا جسده الخاص هنا بناكد على ايه او القديس اثناسيوس هو بيأكد في ناس كتير يفهموا ان احنا اتصلبنا مع المسيح يوم ما اتصلب ده ما حصلش لان هو اللي اتصلب جسده الخاص الذي يمثل الطبيعه البشريه كلها ليه بيمثل الطبيعه البشريه كلها انا ما بمثلش البشر كلهم بصفتي أي. ايه يعني امثلهم لكن المسيح بس هو اللي يقدر يمثل كل البشر لانه فوق الجميع لان هو الله المتجسد فلما مات بجسده الخاص كان الجميع ماتوا فيه ده هقولها كمان شويه إيه يعني احنا مصر. لم نصلب لكن موتنا معه بالمعموديه بالمعموديه بقى مش آه. يوم الصليب مش يوم الصليب لا ما ممكن اقول مع المسيح صلبت اه الموته بتاعه المعموديه هي صليب والمسيح بس بالمعموديه لازم بالمعموديه آه. لازم المعموديه لكن مش يوم الجلجثه مش يوم الجمعه العظيمه مش يوم المسيح اتصلب في هذا اليوم كان المسيح وحده اللي اتصلب وهو قال كده في النبوه دوست المعصرة وحدي مم. ومن الشعوب لم يكن معي أحد واضحة جدا وما احنا زي متنا معاك يقول في المعمودية وعشان كده أي إنسان مش متعمد ما أخدش الفايدة بتاعة صليب المسيح وإلا ليه نتعمد لحظي مثلا لما جه يعقوب ويوحنا بيقولوا للمسيح عايزين نجلس واحد عن يمينك واحد عن يسارك قال لهم أتستطيعان أن أتستطع. تشرب الكأس مم. التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له نستطيع. قال لهم فعلا الكأس هتشربوها والصبغة هتصطبغوا بها. الكأس هي الإفخارستيا والصبغة هي المعمودية. <applause> لازم نشرب الكأس ولازم نصطبغ بالصبغة عشان نشترك مع المسيح في آلامه. والكأس أصلا هي الآلام والصبغة هي الموت. بس احنا بنشترك فيها بطريقه سرائريه، سرائريه سر مش سريه، م. اللي هي اسرار الكنيسه، م. سرائريه ميستيكال لان اسرار الكنيسه ما هي سيكريت هي ميستريون. م. ميستريون معناها حاجه مقدسه فيها ابعاد رائعه جدا احنا مش بنشوفها بعينينا. يعني ماده منظوره قدامنا لكن الفعل غير منظور الداخل. يعني آه على قد ما في حاجه احنا عارفينها آه. لكن في اسرار واعماق بتحصل جوانا واحنا مش بندركها بالعين مم. فده اتحادنا بالمسيح في المعموديه والافخارستي لولا دول هيبقى اللي عمله المسيح في جسده الخاص ما يفيدنيش وده اللي بيخلي القديس اثناسيوس كل وقت شويه يقول جسده الخاص جسده الخاص جسده الخاص لما قدم جسده الخاص كان نيابه عن كل اجساد البشر مم. مش هيستفيد <applause> من هذه التقدمة إلا من يتحد بالمسيح في المعمودية الخريستية الكأس والصبغة وبعدين يختم الفقرة دي بكلمة قوم إهمالهم بتعاليمه إيه قوم يعني خلى الحاجة مستقيمة هم. بعد ما كان الإهمال دوت اعوجاج جه يعني يقومه بالتعاليم عشان كده المسيح كان بيعلمنا قبل ما يطلع على الصليب وغالبا دي هتيجي في الفصل الحداشر 11 يركز على التعليم وبقوته الخاصه اصلح كل احوال البشر طبعا احوال البشر اللي انعوجت بسبب الخطيه كانت محتاجه ان هي تتصلح فهو لانه هو الله الظاهر في الجسد له قوه يستطيع ان يصلح بها اي حاجه غلط احنا عملناها تمام نروح للفقرة الثانية وهذه كلها يمكن للمرء أن يتحققها مما قاله الكتاب الموحي إليهم عن المخلص إذ كرأ أحد ما كتب بواسطتهم حيث يقولون لأن محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا إنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام وأيضا ولكن الذي ودع قليلا عن الملائكه يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامه من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد هنا قبل ما نفسر الفقره دي يا سيدنا هنا لقينا يعني استشهد بايات من عبرانيين ومن كورنثوس الثانيه يمكن ما لقيناش القديس اثناسيوس فقبل كده كان بيذكر ايات كتير لكن في الفصل ده لقينا في ايات من العهد الجديد وبعد كده اللي هيتابع معانا هيلاقي برده في ايات من العهد القديم يا ترى السبب اكيد يعني يعني اكيد ليه قصد اه طبعا آه. القديس اثناسيوس الرسولي كمعلم ماهر بيستخدم كل الوسائل في توصيل المعلومة ففي الأول كان بيتكلم بالمنطق لأن ممكن من يقرأ هذا الكتاب يكون إنسان أساسا مش مسيحي وغير المسيحيين سواء يهود أو وثنيين ما كانوش يؤمنوا بالكتاب المقدس لغاية النهاردة لما يجي واحد مش مسيحي أثبت له بالكتاب المقدس يقول له أنا مش أساسا مش كتابي ما عرفش عنه حاجة وبالنسبة لي ما هوش وثيقة أصدقها مم. فعشان كده نتكلم مع الملحد وغير المسيحي بالمنطق والعقل والبرهان النظري فقديس أثناسيوس بدأ بالحكاية دي وبعدين برضو متوقع أن اللي هيقرأ الكتب بتاعته المسيحين. مسيحيين قال لهم حتى الكتب المقدسة قالت كده وعشان في يهود هيجيب لهم كمان شواهد إيه من العهد القديم إيه. ودي بتبين قد ايه هو معلم قدير في أنه يخاطب كل إنسان باللغة التي يفهمها ويقتنع بها ويا ريت إحنا نتعلم منه كده يعني لازم نبقى عندنا المهارة بتاعت إزاي أخاطب كل إنسان باللغة اللي يقتنع بها تمام في الفقرة دي يمكن هو قرر أكتر من مرة مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا آه. وهنشوفها يعني على مدار الكتاب القديس السناسوس بيكررها يا ترى ليه ونشرحها إزاي؟ هو الحقيقة هي دي جوهر المسيحية للأسف في بعض الناس يعني بيشتتونا بأفكار غريبة جوهر المسيحية إيه؟ كلمتين يعني ومختصرين جدا إحنا كلنا اتخلقنا في آدم كل البشرية اتخلقت في آدم أسميها القديس أسناسيوس وحدة الجنس البشري البشري في آدم لما أخطأ كلنا أخطأنا فيه وسقطنا ومتنا وفسدنا فجه آدم جديد اللي هو المسيح جدر جديد للبشر رأس جديد للبشر وجه مفهوش خطية وراح واخدنا بجسده الآدمي اللي واخده من العذراء مريم اجتاز الموت وهزم الموت وتنفذ فيه الحكم اللي كان على كل الجنس البشري وبعد كده أعطانا فرصة أن نتحد به فمن خلاله نصير أبناء الله بعد ما كنا أبناء آدم اللي يبقى ابن الله يرث من الله البر والحياة الأبدية ونتأله زي ما قال القديس أسانسيوس ويبقى لنا مجد في السماء اللي ما يتحدش بالمسيح كل اللي عمله المسيح مش هيستفيد بيه لأنه هيظل ابن الآدم فيه الخطيه والموت والفساد يعني احنا مش المفروض نقول ده بني ادم لاني خلاص احنا اصبحنا اولاد الله, الله. بس ما ننساش برضه احنا بني ما ننساش ادم أصل. لكن لان المسيح نفسه ابن انسان آه. لكن احنا صرنا ابناء الله اللي هي قال عنها القديس يوحنا في الانجيل اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه <applause> الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله. <applause> فهي دي السر بتاع خلاص الانسان. بعد ما كنا في ادم هنبقى في المسيح. كنا في ادم بالطبيعه هنبقى في المسيح بالنعمه. <applause> مش كل البشر في المسيح بينما كل البشر كانوا في ادم لان احنا منحدرين منه مولودين من نسله. لكن ما انحدرناش من المسيح احنا تعلقنا فيه. شبكنا فيه بالإيمان والمعمودية والإفخارستي حكاية بقى إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا وطبعا ده شاهد قاله معلمنا بولس الرسول وأقتبسه القديس أثناسيوس واحد مات لأجل الجميع إيه اللي يخلي واحد بس يموت لأجل الجميع إن هو مش إنسان عادي ما خلي بالك لو إنسان واحد عادي بالكاد يموت من اجل واحد. صحيح. او مش هيقدر يفدي الكل. اه طبعا. أو مثلا بيحصل إن في حارس حارس بيحرس عمارة ولا بيحرس مدينة. وبعدين لما لقى الأعداء جايين عشان يهجموا على المدينة صرخ وهتف عشان الناس تصحصح فراحوا الأعداء قتلوه. بس لأن هو صاح فالناس قامت والأعداء هربوا. م. فنقول الرجل ده فدى المدينة. عندما مات كان يعني فداء ان كان المدينه كلها كانت ممكن تهلك لكن هاتي واحد يقدر يفدي كل العالم مش مدينه وفي كل الاجيال كل الأجيال تيجي ازاي تيجي ازاي واحد يفدي كل الاجيال الفداء يعني مستمر اه طبعا ده ده, ده فدى الناس اللي قبله واللي بعده يعني من ادم لغايه التجسد ومن التجسد حتى المجيء الثاني كل البشرية في كل الأجيال السيد المسيح وحده اللي يقدر يفديهم مين بقى في البشر يعمل كده بأي قدرة بأي سلطان فلما يقول واحد مات لأجل الجميع ليه؟ لأن هذا الواحد زي ما قلت من شوية فوق الجميع فوق الجميع دي كلمة مهمة جدا صحيح. قالها يوحنا المعمدان عن المسيح الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي يأتي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم فهو وحده كان جديرا به أن يموت نيابة عن كل البشر في كل الأجيال بكل أنواعهم لأنه هو فوق الجميع فلما يكون الموت ملك على المسيح طبعا بإرادة المسيح لأنه هو ملوش أي سلطان على المسيح لأن المسيح لم يرث خطيئة آدم لم يخطئ واتحاد اللاهوت بالناسوت خلى الناسوت دوت في حياة أبدية بيدهلنا احنا كان يعني أصبح جسده محي مش بس حي لكن هو قبل الموت بإرادته ليه عشان يموت من أجل الجميع فالقديس القديس أثناسيوس قالها وجابها من بولس الرسول إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا الجميع إذا ماتوا يعني إيه يعني الحكم اللي على الجميع تم تنفيذه خلي بالك من دي لو قلت الجميع اذا ماتوا معناها ان ساعه ما المسيح مات يبقى كل البشر اتنفذ فيهم الحكم هيبقى في الحاله دي الملحد والوثني والمستبيح كله يدخل السماء لان خلاص اتنفذ فيهم الحكم لا ده هو الحكم اللي, اللي, اللي محكوم به على كل البشر في شخص ادم موتا تموت فكل كل البشر ماتوا بسببه هذا الحكم تم تنفيذه في المسيح فاصبح من حقنا كل البشر يعفى عنا لكن هيحصل ايه ان اللي هيستفيد بالعمل المسيح اللي يؤمن بيه بس ولذلك يقول ايه طبعا الايمان وراء المعموديه الآية تقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنها الوحيد لكي لا يهلك مين كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية طب ما يؤمنش قال الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله ليه قال لأن هذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة الناس غاوية موت غاوية شر غاوية ظلام عشان كده مش هيستفيدوا بفداء المسيح فلما يجي يقول الجميع إذا ماتوا معناها قد تم تنفيذ الحكم فأصبح من حقك ومن حقي أقول أنا السلطان، الموت ملوش سلطان علي لأن الحكم اللي اتحكم بها عليا في آدم تم تنفيذه في المسيح فأنا أصبحت براءة طب لو واحد ما آمنش بالمسيح هيظل عليه الحكم اللي واخده فيه آدم، عشان كده يقول إيه؟ وهو مات لأجل الجميع لكي لا نعيش فيما بعد لأنفسنا، بل الذي مات لأجلنا وقام ربنا يسوع المسيح، يبقى هنا بعد ما أنا عرفت إن هو مات لأجل الجميع وأنا من ضمن الجميع، مفروض الرياكشن بتاعي التفاعل بتاعي إن أنا ما عايش لنا... ما... لا أعيش لنفسي أنا يا رب خلاص بقيت مش ملك نفسي أنا, أنا كان يفتكز. علي حكم الموت وأنت أنقذتني أنا انكتب لي عمر جديد م. فاكر في مرة واحد قال لي إيه قال لي أنا حصلت لي حادثة بتاعة موت شفت الموت بعناية وطلعت منها زي الشعرة من العجين فأول ما وقفت كده شايف العربية متدمرة وأنا أنا سليم ومش مصدق, مش مصدق نفسي مصدق. وقفت له يا رب انا لا خلاص انا كده مت ومن من دلوقتي انا بتاعك الجزء الباقي من العمر كتب ده لي بتاعك آه. وفعلا كرس نفسه خدمة ربنا يعني كانت الحادثه دي سبب في أنه هو ادرك ان هو كان في حكم الميت الحقيقه دي لينا كلنا صحيح. لان احنا كلنا حكم علينا بالموت في ادم عندما جاء المسيح واخذ الحكم في نفسه وقال لا أنتوا تطلعوا براءه نقول له خلاص احنا هنعيش ليك فدي قالها بولس الرسول بيكررها القديس اثناسيوس هو مات لاجل الجميع كي لا نعيش فيما بعد لانفسنا بل الذي مات لاجلنا وقام اللي هو ربنا يسوع المسيح وراح جايب شاهد تاني برضه من بولس قال <applause> لكن الذي وضع قليلا عن الملائكه <applause> وضع قليلا عن الملائكه يعني ايه؟ الله ربنا يسوع المسيح طبعا هو الخالق اعظم <applause> من الكل ملائكه ايه كمان؟ ده هو فوق الكل لكن لما تجسد في تجسده صار انسانا <applause> والانسان وضع قليلا عن الملائكه هو شاركنا في الحته دي لكن بعد الفداء نراه مكلنا بالمجد والكرامه ليه؟ قال من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد <applause> يعني الايه دي في عبرانيين 2 9 بس وضع قليلا من عن الملائكه دي استخدمها الارجوسيين عشان ياكدوا فكرهم ان السيد المسيح أقل, اقل من الملائكه اقل من الملائكه طبعا لان اللي عايز يفهم غلط هيفهم غلط <applause> ده بولس الرسول بيقولها بوضوح هو وضع قليلا عن الملائكه ده سبب التجسد <applause> لكن هو اصلا خالق الملائكه التجسد خلاه زينا هو إحدى الطبيعه البشريه طبعا اقل, أقل, أقل من, من الملائكه الملائكه اعظم مننا تمام <applause> لكن هو لما وضع قليل على الملائكة بإرادته عشان خلاصنا من أجل خلاصنا بعد كده لما ذاق الموت تكلل بالمجد والكرامة قال إيه المجد والكرامة من أجل ألم الموت ليه لأنه كان ذاق الموت لأجل كل واحد م. كلمة لأجل كل واحد يعني إيه يعني بدل كل واحد, كل واحد. هنا كمان الجميع. كلمة الجميع. آه بصي كلمة كل واحد هو يستخدم كلمة الجميع آه. لكن كمان لما يقول كل, كل واحد, واحد فينا آه. يعني ال ال خصوصية يعني في في في, في الإنجليزي يقول لك إيفري آه. وان وبعدين لما يقول إيه آه لا لا قول أول يعني الكل على بعضه آه. لكن إيفري وان يعني كل واحد لوحده كده فربنا مش بس فدانا جميعا ده آه. فدى كل واحد بخصوصيته <applause> ليه لان هو مات من اجل دعوتك باسمك دع دع عارف كل واحد دعوتك باسمك انت, أنت. لي تمام مم. طب نكمل باقي الاسئله بس بعد ما نطلع لفاصل يا سيدنا فاصل قصير ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقه فستان العقيده انتظروني إن كلمة الآب كلي الصلاح لم يتخلى عن الجنس البشري الذي خلق بواسطته ولم يتركه ينحدر إلى الفناء بل أبطل الموت الذي حدث نتيجة التعدي بتقديم جسده الخاص ثم قوم إهمالهم بتعليمه وبقوته الخاصة أصلح كل أحوال البشر اهلا بكم من جديد في بستان العقيده والفصل العاشر من كتاب تجسد الكلمه للقديس اثناسيوس الرسول اهلا بنيفتك يا سيدنا اهلا بك سيدنا في الفقره الثانيه برضو في العباره بتقول وهذه كلها يمكن للمرء ان يتحققها مما قاله الكتاب الموحي اليهم عن المخلص هنا بنلاقي القديس اثناسيوس يستخدم صيغه جمع لكن في نفس الوقت هو ما جابش غير نصوص من القديس بولس الرسول فقط م. فمين هم الكتاب اللي طبعا الكتاب هم كل الاباء والانبياء اللي كتبوا في الكتاب المقدس هو لما جاب نصوص من بولس الرسول عايز يقول ده مش فكر بولس ده فكر كل الكتاب المقدس وان كنت انا مركز على بولس لكن ده كل الكتاب بيقولوا هذا الفكر لان الحقيقه الكتاب المقدس كله والفكر المسيحي كله مبني على هذه الحقيقه ان الله مات نيابه عن البشر <applause> também طب خلينا نروح للفقره الثالثه وبعد ذلك يوضح السبب الذي من اجله كان ضروريا ان الله الكلمه بنفسه وليس اخر سواه هو الذي يتجسد فيقول لانه لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل وهو ات بابناء كثيرين الى المجد ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام وهو بهذا يقصد ان يوضح انه لم يكن احد اخر يستطيع ان يسترد البشر من الفساد الذي حدث نتيجه السكر. غير كلمة الله الذي خلقهم في البداية خلينا يعني نركز ونوضح لم يكن أحد آخر وليس آخر سواه هو الذي يتجسد آه. طبعا احنا في القداس بنقول إيه وعندما أردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا رئيس آباء ائتمنته اه على خلاصنا بل أنت بغير استحاله يعني بغير ما تتغير تجسدت وتأنست شبهتان الى اخر ائتمنته اه كلمه ائتمنته معناها مش مشكوفه يعني آه مش, مش عدم امانه اه ائتمنته مش بمعنى فعلا عدم الامانه لان ممكن الملائكه يكونوا امناء والاباء والانبياء لكن ما عندهمش الكفاءه ان يخلصوا البشر عشان كده كان ضروريا ان الله الكلمه نفسه وليس آخر سواه هو الذي يتجسد لاحظ الكتاب اسمه تجسد الكلمة وهو عايز يثبت فيه أن اللي تجسد هو الله بذاته أو ابن الله المساوي للأب في الجوهر وأن اللي ظهر بين البشر ما هوش إنسان عادي فبيقول ليه قال لي إن ما كانش إنسان عادي يقدر يخلص البشر فبيعيد ويزيد فيها يعني م. الله الكلمة نفسه وليس آخر سواه هو الذي يتجسد عشان كده جاب اقتباس من بولس الرسول في رسالة العبرانيين لما قال لأنه لاقى بذاك لاقى يعني يليق به أو, أو هو الجدير بهذا الذي من أجله الكل وبه الكل من أجله الكل وبه الكل يعني هو الخالق به الكل هو اللي خلق كل شيء ومن أجله الكل لان البشريه خلقت من اجل الابن عشان نبقى على صوره الابن الذي من اجله الكل وبه الكل وهو اتي بابناء كثيرين الى المجد هنا ابناء للاب الابن هيجيبنا ابناء للاب سماهم ابناء كثيرين لأن كل المسيحيين بسبب اتحادهم بالابن يصيرون ابناء لله الاب اتي بابناء كثيرين الى المجد المجد دوت مش ممكن يجي الا لما يتهزم الموت والفساد اللي كان فينا عشان كده قال لازم يليق به ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام كلمه رئيس خلاصهم اللي هو ربنا يسوع المسيح نفسه هو رئيس الخلاص هو الكابتن بتاع الخلاص يعني التعبير ده موجود حتى في الترجمه الانجليزيه كابتن كابتن الخلاص هو القائد القائد البايونير اللي بيقود موكب الخلاص هو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد ده موكب هو رئيس هذا الموكب بيكملوا إيه قال يكملوا بالألام لأن أجرة الخطية موت والموت يصحبه ألام وألام المسيح هي ألام خلاصية حتى في صلواتنا نقول آلامه المخلصة المحيية مم. وفي البسخة نقول المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا مم. فهو الالام بتاعته الام خلاصية بيقول وهو بهذا يقصد أن يوضح أنه لم يكن أحد آخر مم. طبعا غير المسيح يستطيع أن يسترد البشر من الفساد طبعا إحنا قبل كده شرحنا كلمة الفساد معناها العدم مم. طب مين يقدر يخلق من العدم الخالق وحده طب لما يكون الخليقه اللي هو خلقها من العدم رجعت تاني للعدم مين يقدر يستردها هو بس. هو وحده ولما بنيجي نقارن دي بالخليقه اللي احنا بنتعامل معاها شرحتها اكتر من مره عشان بس الناس تبقى فاكره زي ما يكون عندنا قطعه من اللحم شايلينها في فريزر مم. لما لما تطلع من الفريزة وننساها برا في جو سخن تفسد. تبتدي تفسد من يستطيع أن يصلحها لا, لا يستطيع إنساه أن فدي علاجها الوحيد تترمي في الزبالة ولا يمكن الفساد يتصلح الوحيد اللي يقدر يصلح الفساد هو الخالق صحيح. عشان كده في قصة إقامة لعازر كان مريض مرحش ما المسيح مات مرحش ما المسيح لما أنتن راح المسيح واخته قالت له لقد انت لان له اربعه ايام الله سيقوم اخوك فلما جه المسيح وقال لعازر هلم خارجا عالج الثلاث مشاكل المرض لانه قام سليم تمام مش مريض والموت لانه أم من الموت والفساد النتن دوت لانه قام جسمه سليم ما فيهوش اي اثار للموت فده عايز يقول انا عملت كيف في الطبيعه البشريه عندنا ثلاث مشاكل الخطيه والموت والفساد جاء المسيح قال ادم هلم خارجا اللي هو العازر ده فخرجنا كلنا كل الطبيعه البشريه من الخطيه والموت والفساد محدش كان يقدر يعملها غير السيد المسيح هو يسترد البشر من الفساد الذي حدث نتيجه السقوط محدش يقدر غير كلمه الله الذي خلقهم في البدايه لان القدير القادر على الخلق من العدم قادر ان يصلح من الفساد وبرضه هنا ربط بين الخلق, الخلق والفداء يعني بنلاقيه دايما بيذكر وياكد بالزبط. على ان الاثنين مرتبطين ببعض لا يمكن يفدينا الا اللي, اللي خلقنا صح. زي بالظبط الجهاز اللي قدامي دوت احسن جهه تصلحه التوكيل اللي صنعه فاوديه للتوكيل يصلحه لي صح اديه لحد ثاني هيبوظه لي تمام تعب. نروح للفقره الرابعه. فدل. وايضا اشار الرسول الى ان الكلمه بذاته اتخذ لنفسه جسدا ليقدموا ذبيحه عن الاجساد المماثله قائلا فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه. خلينا نوضح من خلال هذه الايات ازاي السيد المسيح قهر الموت واعاد لنا الحياه من خلال اشتراك الكلمه اللي هو في اللحم والدم اللي هو وكمان قدس الجسد أوه. من خلال هذه الايات. بص بقى واضح ان نفس الفكره بس الجمال بتاع القديس اثيناسيوس انه بيجيب شواهد كثيره. تمام لان احيانا احنا ممكن واحد يقول لك ده ده ما كانش مقصود بيها دي كان شاهد كده آية في الوسط لكن لما يجيب شواهد كثيرة يأكد أنها فكرة عميقة نفس الفكرة في كتاب بتتكرر آه. سؤال. فقال أشار الرسول اللي هو بولس إلى أن الكلمة بذاته اللي هو المسيح اتخذ لنفسه جسدا هو اللي اتخذ جسده من العذراء مريم الخاص الجسد ده اخده ليه يقدمه ذبيحه عن الاجساد المماثله ذبيحه عن يبقى يعني الممثلة اللي إحنا والممثلة اللي هي إحنا البشرية. شمعنا هو اللي يقدر يقدم ذبيحته عن الجميع؟ قلنا لأنه فوق الجميع. جاب بقى شاهد بيقول إيه؟ في إسقاط شرك الأولاد في اللحم والدم، الأولاد اللي هم البشر. واللحم والدم هم الطبيعة البشرية. والتعبير دوت لازم يرن في دماغنا إنه يعبر عن الطبيعة لأن مثلاً المسيح قال لبطرس طوبى لك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن دمين. لك هذا يعني البشريه الطبيعه البشريه أي. فلحم ودم معناها الطبيعه البشريه وكلنا مشتركين في نفس الطبيعه خلي بالك راجل وامراه صغير وكبير غني وفقير عاقل و... واحمق كلنا بنشترك في طبيعه واحده اسمها الطبيعه البشرية. بشري. بعد كده كل واحد ليه شخصيته المت... المتميز فهو اشترك معانا في الطبيعة اشترك هو في اللحم والدم بتاعنا ليه بقى عشان ياخد الجسد ده من الطبيعة البشرية وبواسطته يبيد الموت لانه هياخد الجسد يدوق به الموت بنقول له في صلاة الساعة التاسعة يا من ضاق الموت بالجسد, بالجسد في وقت الساعة التاسعة فهو لما يدوق الموت بالموت يبيد الموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس يبيد إبليس يعني ينهي سلطانه إيه سلطانك يا إبليس يقول كل البشر دول ملكي ملكك ليه لأنهم أخطأوا فأصبحوا تحت قبضتي مم. طب أنا هحررهم من قبضتك ملكش ليهم ليك سلطان عليهم بعد هو قال عن نفسه رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء فلما هو يجي يهلق يهزم إبليس و... وياخد الحكم بتاع الموت في جسده أصبح ملك عين تتكلم ضدنا يا إبليس فأباده بمعنى أنهى سلطانه عشان كده وراها قال ويعتق يعني يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية اللي بيخلي الإنسان خايف إنه خايف من الموت طب سلام. أنا دلوقتي لما أكون مش خايف من الموت اللي يقلقني عشان كده هيبقى هو حررنا من هذا الخوف وحررنا من هذه العبودية اللي كانت لإبليس أو للموت أو للخطية تمام طب نكمل بعد ما ناخد أستاذة تهاني من بني سويف ألو مساء الخير يا سيدنا مساء النور أقبل الأيادي أهلا بيك معلش يا سيدنا أنا وأنا بدرس العهد القديم بدور على يسوع فيه وبدور على نفسي معاه فالسفر هو شعريت ان بيقول اختبط لنفسي بالعدل والحق والمراحم والاحسان فكلمه العدل والحق في الاول دي خوفتني يا ترى دينونه ولا يا ترى ان العدل ده نفسه في نفسه الاول وبعد كده المراحم دي اول حاجه ثاني حاجه يا سيدنا الكلام انا هضمه وانت بتحكيه وعظمة وفرحانة بالتجسد وبالفداء وبالخلاص وباللي عمله ربنا معانا بس مش قادر أعيشه مش قادرة أعيشه يعني نفسي أنطلق نفسي أفرح يا ريت يا سيدنا تدينا رشدة إزاي ألمه في النعمة دي وفي الحياة الحلوة دي اللي ربنا لا اللي ما استحجهاش وشكرا يا سيدنا بشكرك جدا أستاذة تاني سؤالي الأول هوشة هوشة أخطبك لنفسي بالحق, بالحق والعدل والمراحم وب... وب... لا العدل والحق والمراحل والمراحل و... هو طبعا هي خافت من كلمه العدل الاول لان بالحق. الحقيقه بالعدل والحق احنا ملناش اي وجود م. ان كنت للاثام راصدا يا رب يا رب من يثبت عشان كده وراها قال بالمراحم يعني لولا رحمه ربنا ما كانش هياخدنا واحنا في كل قداس كرحمتك آه. يا رب وليس كخطأ احنا يعني. بنطلب الرحمه طول الوقت م. فهو الله يخطبنا لنفسه بالعدل والحق يعني ايه يعني هو اخذنا خلي بالك ركز في دي مم. ودخل قوي في موضوع تجسد الكلمة اخذنا من الشيطان مش اغتصابا الشيطان اغتصبنا اخذنا سرقنا مم. فلما جه ربنا يستردنا ما استردناش بطريقه الشيطان ان هو اخذنا بالعافيه وبالسامحيني في التعبير بالبلطجه غصب عنك اخبط دماغك في الحيط قال لا هو فعلا ان الشيطان من حقه يملك علينا لان احنا سلمنا نفسنا ليه وصار علينا حكم الموت فالعدل والحق ان احنا نموت قال خلاص انا هنفذ العدل والحق وهخطبكم لنفسي بالعدل والحق وبالمراحم لان لو كان بالعدل والحق من غير مراحم كلنا نموت يعني. بالمراحم ان هو مات نيابه عن عم. عشان كده الصليب فيه العدل والحق وفيه الرحمه يعني ما تخافش بقى من آه. اما الحاجه الثانيه بتاعت الثانيه ازاي اعيش آه. طبعا يعني. كل ما نتامل فيما عمله الله فينا ومعانا خلينا نفرح بيه وزي ما قال بولس الرسول ان هو مات من اجل الاحياء لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد أنفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام مم. فاحنا نعيش لربنا نقول له يا رب انا بقيت عمري كله ملكك، حياتي وطموحي ومحبتي وفرحي، كل حاجة فيك أنت، مم. ونذكر نفسنا بهذه الحقيقة يعني تمام. يمكن في الفقره الرابعه من الجميل ان هو ما على هزيمه الشيطان قد ما ركز على ان المسيح هو اللي قهر الموت وقعدنا لبنوته فدي برضو كانت أعدينا الحياه يعني أطبع. اكتر من ان هو يركز على قهر أطبع. الشيطان أعادنا الى بنوة الاب نبقى ابناء للاب يعني تمام الفقره طيب الخامسه بقى لانه بتبيحه جسد الذاتي وضع نهايه لناموس الموت الذي كان قائما ضدنا لحظة بقى هنا ايه م. قاموس الموت ذبيحة آه جسده الذاتي اه اللي هو جسده الخاص <applause> الخاص أي. وضع نهاية لناموس الموت, الموت. ناموس معناها قانون مم. فكان الموت له قانون له حق علينا مم. كان قائما ضدنا فوضع له نهاية بذبيحة جسده يعني مم. لما اتذبح من اجلنا مم. أعطى للموت حقه خلاص أنت مالكش حق علينا مش انت ليك انك تموت الناس انا مت اهو فيمشي الموت بقى زي ما يكون واحد اه له فلوس واقف على الباب يخبط طول النهار انا ليا فلوس عندك خد فلوسك وامشي بقى فجه واحد قال له خد فلوسك وامشي انت مالكش حق عندنا دلوقتي خلاص ما تقعدش زن مم. فاصبح الموت واخد حقه تلت ومتلت في شخص ربنا يسوع المسيح تمام لكن هنا اتكلم بقى عن رجاء القيامه الحقيقه يعني أوه. الجمله اللي بعد كده وهي اللي وصنع لنا بدايه أوه. جديده للحياه برجاء القيامه الذي اعطاه لنا. اه ليه سماها رجاء القيامه؟ رجاء معناها حاجه لسه ما حصلتش. طب هل احنا قمنا ولا لسه هنقوم؟ الحقيقه في قيامتين قالهم سفر الرؤيا. سفر الرؤيا قال مبارك ومقدس ما له نصيب في القيامه الاولى. أيه. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم فعندنا في قيامتين قيامة تمت تم فينا بالمعمودية وتستمر فينا بالتوبة يعني أستم. في التوبة دايما قيامة جديدة فهي استمرارية لقيامة المعمودية اللي ليه نصيب في القيامة الأولى دي بالمعمودية والتوبة المستمرة الموت الثاني اللي هو الهلاك الأبدي مالوش سلطان عليه عشان كده سماها رجاء القيامة وضع لنا بداية جديدة للحياة حياة أبدية بقى وبداية جديدة لأنه آدم جديد ورأس جديد للبشر برجاء القيامة الذي أعطاه لنا مم. وأشرحها لأنه إن كان بإنسان واحد اللي هو آدم أي. قد ساد الموت على البشر لهذا أيضا في سبب تأنس كلمة الله اللي هو آدم الجديد تأنس لأنه بقى إنسان أي. حدثت إبادة للموت بسبب أنه هو مات فأخذ الموت في ذاته. وتمت قيامة الحياة. شوف التعبير جميل أوه. ازاي؟ أمات الموت وتمت وأقام الحياة. يعني. كما يقول لابس المسيح طبعا لقب جميل قوي أنا اللقب ده عجبني قوي <applause> لابس المسيح. المسيح؟ هو بولس الرسول صاحب العبارة أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لابس لبس المسيح. فهو لابس المسيح. <applause> قال ايه لابس المسيح قال اذا إيه الموت بانسان اللي هو ادم بانسان ايضا قيامه الاموات م. لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا اه انا عايزه اقف عند سيحيا ليه بقى ليه ما قالش سيحيا الجميع ما هو سيحيا معناها انا اللي هحيا اه لكن سيحيا, سيحيا حد هيحييني أه. فاحنا متنا أه. لان علينا حق الموت في ادم لكن لما جه المسيح احيانا بحياته وبقيامته عشان كده كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع وبعدين تعبير البعض بعده بقى رائع جدا وبالتالي فنحن الان لا نموت بعد كمدانين بل كاناس يقومون من الموت لان احنا هنموت في انسان يعيش وما يموتش لا انا عارف ان الوقت خلص فبجري ها ايوه بس موت... لازم نخلصها بسرعه آه. لا نموت آه. بعد كمدانين بل كناس يقومون من الموت ننتظر القيامه العامه للجميع هي. يعني لما يجي حد يسالني طب لما المسيح فدانا ليه بنموت لا ما احنا ما بنموتش كمدانين بنموت علشان هنقوم رجاء, رجاء القيام. رجاء القيامه والتي سيبينها في اوقاتها التي يحددها الله الذي اتمها والذي وهبنا اياه. فقرة السادسة بسرعة سيدنا. لا ما خلاص. ده ألف في الفقرة السادسة آه. فهذا اذا هو السبب الاول لتجسد آه. المخلص. هو ده. آه. والسبب الثاني هنعرفه في الفصل بعد اللي بعده. بعد. اللي بعد كده. بشكرك <applause> جدا يا سيدنا. انا بنشكر القديس اثناسيوس الراجل العظيم ده. بشكرك <applause> على الحلقه الجميله دي شو والتوضيح شو وال... شو وال... شو. وكل تعليم يافتك ما لناش اي حاجه غير لازم تشرحه لنا ولازم تفهمنا كل لان القديس اثناسيوس جدير بكده الحقيقه. شكرا يا سيدنا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ونشوفكم في حلقه جديده وبرنامجكم بالسلامه